الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له سبحانه على أنعامه وأفضاله، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ما بعث الله تعالى نبيا من الأنبياء إلا وجعل له أعداء من أمته يقفون أمام رسالته. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وقال سبحانه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكانت عداوة المشركين في أول الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم عداوة ظاهرة، ولهذا قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. العداوة كانت ظاهرة لما كان الإسلام ضعيفا، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. العداوة كانت ظاهرة، والتحدي من المشركين كان سافرا، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. العداوة كانت ظاهرة، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولكن لما اشتد عود الإسلام وقويت شوكته وسيطرت دولته وارتفع الإيمان وذل الشرك، صارت العداوة مخفية، والأعداء غيروا منهج التعامل، فلبسوا لباس الإسلام، وادعوا بألسنتهم الإيمان. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليهم الأنامل من الغيظ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. العداء بقى عن طريق النفاق،
ولهذا أيها المسلمون الكرام، المنافقون الجدد في أيامنا هذه يعملون ما يفعل المنافقون القدامى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهرون بوجه الإسلام وهم يكنون للإسلام الحقد والبغضاء. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. البغضاء من أفواههم ظاهرة، ولكن هي الخطة، هي الخطة التي يفسدون بها الإسلام. إنه ما يفسد الإسلام من الخارج، لأن الإسلام لن يعادى من الخارج. أي زول بعاد الإسلام من برا ما بيقدر عليه. ولهذا اندس المنافقون وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصفوف المسلمين، وصاروا يشوهون صورة الدين ويطعنون في معالم الإسلام ويشككون في ثوابت الملة بالشبهات وبالطعن المغلف وبالتحريف. ولهذا وجب على المسلم الحذر، ووجب عليه أن يفهم حقيقة العدو. الآن ظهر عندنا ما يسمى بالليبراليين أو العقلانيين أو دعاة الحرية، وبقوا يشككوا في ثوابت الإسلام وفي عدالة الدين. تلقى من يتكلم هو يقول لك مسلم، ويلبس العمامة الإسلامية، ويتكلم بالقرآن وبالسنة، وهو عدو للقرآن وعدو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا بد من مراجعة القوانين الإسلامية، مراجعة القوانين الإسلامية لتأخذ في الحسبان المعطيات المعاصرة. ما رضيانين بأحكام الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين، آية صريحة في القرآن، آية صريحة في القرآن، أن تضل إحداهما فتذكر فإن لم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، شهادة المرأتين بشهادة الرجل ما قبل أن ينبيع. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض أنصبة الميراث ما قبل أن ينبيع. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ما قبل أن ينبيع. الحدود الشرعية ما قبل أن ينبيع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، دي آية في سورة المائدة ما قبل أن ينبيع. دارين يجيبوا القوانين الغربية، ودارين يفرضوا علينا ثقافة ما حقتنا، ويشوهوا صورة ديننا الحنيف. كيف ما قبل أنبياء؟ هل أنت أرحم بالخلق من الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس ذاتهم؟ هل أنت أعلم بشؤون الناس من ربهم سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا قال اليد السرقت تقطع، ده كلام ربنا، وربنا الخلق اليد، وربنا الخلق صاحب هذه اليد التي سرقت، لكن قالوا لا ما يقطع. عشان كده فابشروا بالفساد وابشروا بأكل أموال الناس بالباطل، لأن الدواء اللي ربنا نزلوا من فوق سبع سماوات الناس ما دارت تستعمله في الأرض، ولهذا يبشروا بالفساد وضياع الأموال ونهب البلد ونهب الثروات، لأنه يد السارق ما دار تقطعوها. ما قبلانين بحدود الله سبحانه وتعالى ولا بالأوامر الشرعية. هؤلاء هم المنافقون،
لو ما عارفهم أعرفهم. هؤلاء هم المنافقون، يحادون الله ورسوله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هم المنافقون، فاحذرهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الذين لا يرضون بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وبقوله سبحانه وتعالى وللذكر مثل حظ الأنثيين، بقول لهم عبارة واحدة: هذه المرأة اللي انتوا بتعتبروها منتقصة وحقوق ضائعة، من الذي خلقها؟ الذي خلقها هو الله، والذي يخلق هو الذي يملك الحق في التصرف. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، اللي بيخلق بيأمر. انتوا يا علمانيين لما تخلقوا لكم مرة تخلقوها انتوا من عندكم، بعد ذاك مروها بما شئتم، لكن ما ممكن تأمر المرأة التي خلقها الله، فيخلق الله وتأمرون أنتم، ويرزق الله وتتحكمون أنتم. ما بيجي الكلام ده، لو الخلق حقكم افعلوا ما شئتم، لكن الخلق ما حقكم، والبشر كلهم عبيد لله، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالخلق، ومتغيرات الزمان والتطور التقني لا يمكن أن يغير الحقائق الشرعية. المرأة مرأة ولو تطور الزمان. الرجال قوامون على النساء مهما تطور الزمن، تظل المرأة هي المرأة الضعيفة في نفسها التي تحتاج إلى سيد يرعاها، التي لا تتحمل ولا تطيق عناء العمل ولا مواجهة الرجال. المرأة هي المرأة مهما تغير الزمن، هي المرأة، وهي التي يسكن لها البيت، وهي التي راعية في بيت سيدها، وهي المربية، وهي الأم، وهي الأساس الذي ينبني عليه البيت. دي المرأة. عشان كده لا يمكن أن نرضى بأن تتغير قيمنا الدينية بأفعال بتاعت ناس علموهم برا وربوهم برا وأدوهم أجندة مكتوبة عشان يجوا يطبقوها في بلادنا، بلاد الإسلام. لا يمكن نقبل بكلام زي ده، ولا يمكن أن يصير مثل هؤلاء مفكرين معتبرين في أمتنا الإسلامية. التفكير الصحيح والعقل الصحيح هو الذي يؤيد نصوص الكتاب والسنة، وهو الذي ينتصر لرسول الله، وهو الذي يقف أمام كل عدو لله. ده العقل الصحيح، لكن عامل فيه عندك عقل ومفكر عشان تجي تعترض على الدين وتكذب الآيات، تقول المواريث الشرعية تحتاج إلى مراجعة. من الذي يراجع كلام من؟ انت منوش أن تراجع كلام ربنا، وانت منوش أن تحكم فوق حكم الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. ربنا بيحكم وما في حد عنده الحق يعقب على حكم الله. وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما المؤمن
دل بيرضى بما قضى الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أسأل الله تعالى لي ولكم الرحمة الواسعة والعلم النافع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا. اللهم علمنا علمًا نافعًا وارزُقنا يقينًا خالصًا وارزُقنا الشفاء من كل داء يا رب العالمين، وارفع عنا البلاء وقوم إلى الصلاة.